بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والخمسون. الحمامة والثعلب ومالك الحزين. كانت حمامة تبيض في رأس نخلة طويلة جدا. كانت فعل ماض ناقص. حمامة اسم كان، تبيض فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، في رأس متعلقا بالفعل تبيض، ورأس مضاف نخلة مضاف إليه، طويلة نعت، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. وكانت لا تستطيع أن تبني عشها إلا بعد تعب شديد وعناء كبير بسبب طول النخلة. الواو حرف عطف، كانت فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رافع، لا حرف نفي. تستطيع فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، أن حرف نصب، تبني فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، عش مفعول به للفعل تبنية، وعش مضاف ها مضاف إليه، إلا حرف استثناء ملغا بعد ظرف زمان مضاف تعب مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل تبنية، شديد نعت، وحرف عطف عناء كبير معطوف على تعب شديد، بسبب متعلق بكبير، وسبب مضاف طول مضاف إليه، وطول مضاف النخلة مضاف إليه. فإذا أتمت بناء العش باضت ثم حضنت بيضها، فإذا أفرخت وأدركت فراخها جاءها ثعلب اعتاد أن يذهب إليها، فتخاف منه فتلقي فراخها إليه. الفاء حرف عطف، إذا اسم شرط متعلق بالفعل جاء، وهو مضاف، أفرخت فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة، وحرف عطف، أدركت فعل ماض، فراخ فاعل مضاف ها مضاف إليه، جاء فعل ماض ها مفعول به ثعلب فاعل. اعتاد فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع نعت لثعلب، أن حرف نصب، يذهب فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، إليها متعلقا بالفعل يذهب. الفاء حرف عطف، تخاف فعل وفاعل، منه متعلقا بالفعل تخاف. فاء حرف عطف، تلقي فعل وفاعل، فراخ مفعول به مضاف ها مضاف إليه، إليه متعلقا بالفعل تلقي. فبينما هي ذات يوم جالسة في عشها حزينة وقد أدرك لها فرخان، إذ أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة. الفاء حرف عطف، بينما ظرف مكان مضاف، هي ضمير منفصل مبتدأ ذات ظرف زمان مضاف يوم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بجالسة، جالسة خبر المبتدأ، والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل جر مضاف إليه، في عش متعلقا بجالسة، وعش مضاف ها مضاف إليه. حزينة حال، الواو واو الحال، قد حرف التحقيق، أدرك فعل ماض، لها متعلقا بالفعل أدرك، فرخان فاعل مرفوعا وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، إذ حرف مفاجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أقبل فعل ماض، مالك الحزين فاعل، مالك الحزين تركيب وصفي. الفاء حرف عطف، وقع فعل وفاعل، على النخلة متعلقا بالفعل وقع، فلما رأى الحمامة حزينة قال لها يا حمامة ما لي أراك شديدة الحم سيئة الحال. الفاء حرف عطف، لما ظرف زمان وهو متعلق بالفعل قال، رأى فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، الحمامة مفعول به، حزينة حال، قال فعل وفاعل، لها متعلق بالفعل قال،
يا حرف نداء حمامة منادى. ما اسم استفهام مبتدأ. لي شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. أرى فعل مفعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان. كي مفعول به. شديد حال مضاف الهم مضاف إليه. سيئة حال ثانية مضاف الحال مضاف إليه. فقالت له يا ملك الحزين إنني أبطريت بثعلب. كلما أدرك فراخي جاءني فهددني بالسعود إلي فأرمي إليه فراخي من الخوف. ألف حرف عطف قالت فعل وفعل له متعلقا ب. قالت يا حرف نداء مالك الحزين منادى. إن حرف مشبه بالفعل والنون للوقاية والياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أبطليت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. بثعلب متعلق بالفعل أبطليت. كلما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بالفعل جاء. أدرك فعل ماض فراخي فاعل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. جاء فعل وفعل والنون للوقاية التي تقي الفعل من الكسرة والياء في محل نصب مفعول به. الفاء حرف عطف هدد فعل وفعل والنون للوقاية والياء مفعول به. بالصعود متعلقا بالفعل هدد إلي متعلقا بالصعود. الفاء حرف عطف أرمي فعل وفعل إليه متعلقا بالفعل أرمي. فراخ مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. من الخوف متعلقا بالفعل أرمي. قال لها مالك الحزين إذا أتاك هذه المرة فقولي له اسعد أيها الثعلب إن كنت تستطيع فإذا أمكنك ذلك أطير أنا فأنجو بنفسي منك. قال فعل لها متعلقا بالفعل قال مالك الحزين فاعل إذا ظرف زمان وهو متعلق بالفعل قولي. أتى فعل وفعل كي مفعول به هذه ظرف زمان المرة بدل. الفاء رابطة لجواب الشرط. قولي فعل والياء فاعل له متعلقا بالفعل قولي. إسعد فعل وفعل أي منادى ها للتنبيه الثعلب بدل. التقدير يا أيها الثعلب إن حرف شرط كنت فعل ماض ناقص والتاء في محل رفع اسم كان. تستطيع فعل وفعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. كنت تستطيع في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط إسعد. الفاء حرف عطف إذا ظرف زمان وهو متعلق بالفعل أطير. أمكن فعل كمفعول به ذلك فاعل. أطير فعل مفعل أنا توكيد لفظي. الفاء حرف عطف أنجو فعل مفعل بحرف جر زائد. نفسي في محل رفع توكيد معنوي. منك متعلق بالفعل أنجو. ثم طار مالك الحزين إلى الشاطئ النهري. ثم حرف عطف طار فعل مالك الحزين فاعل إلى شاطئ متعلقا بالفعل طار وشاطئ مضاف النهر مضاف إليه. فأقبل الثعلب وفعل بالحمامة كما كان يفعل من قبل. الفاء حرف عطف أقبل فعل الثعلب فاعل. الواو حرف عطف فعل فعل مفعل بالحمامة متعلقا بالفعل فعل كحرف الجر ما حرف مستري كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رافع يفعل فعل مفعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان من قبل متعلقا بالفعل يفعل. وما المستري والفعل في تأويل مستر في محل جر بالكاف. والجار والمجر متعلق بالفعل فعل. فأجابته الحمامة كما علمها مالك الحزين. الفاء حرف عطف أجابت فعل هو مفعول به الحمامة فاعل. كحرف جر ما مسترية علم فعل ها مفعول به مالك الحزين فاعل. وما المسترية والفعل في تأويل مستر في محل جر بالكاف. والجار والمجر متعلق بالفعل أجابت. فقال لها من علمك هذا؟ قالت علمني مالك الحزين.
الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل لها متعلقا بقال من حرف استفهام في محل رفع مبتدا علم فعل وفاعل والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا كي مفعول به اول هذا مفعول به ثاني قالت قالت فعل وفاعل علم فعل والنون للوقايه والياء في محل نصب مفعول به مالك الحزين فاعل فتوجه الثعلب إلى مالك الحزين ووجده واقفا على شاطئ النهر الفاء حرف عطف توجه فعل الثعلب فاعل إلى مالك الحزين متعلقا بالفعل توجه الواو حرف عطف وجد فعل وفاعل هو مفعول به واقفا حال على شاطئ متعلقا بواقفا وشاطئ مضاف النهر مضاف إليه فقال له يا مالك الحزين أين تجعل رأسك إذا أتتك الريح عن يمينك؟ الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل له متعلقا بقال يا حرف نداء مالك الحزين منادى أين ظرف مكان تجعل فعل وفاعل رأس مفعول به مضاف كمضاف إليه إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل تجعل أتت فعل كمفعول به الريح فاعل وجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه عن يمين متعلقا بالفعل أتت ويمين مضاف كمضاف إليه قال عن شمال قال فعل وفاعل عن شمال متعلقا بفعل محذوف التقدير قال أجعله عن شمالي وشمال مضاف وياء المتكلم مضاف إليه قال الثعلب فإذا أتتك عن شمالك أين تجعل رأسك؟ قال فعل الثعلب فاعل الفاء حرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل تجعل أتت فعل وفاعل كمفعول به والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه عن شمال متعلق بأتت وشمال مضاف كمضاف إليه أين ظرف مكان تجعل فعل وفاعل رأس مفعول به مضاف كمضاف إليه قال عن يميني أو خلفي قال فعل وفاعل عن يمين متعلقا بفعل محذوف وتقديرها قال أجعله عن يميني أو حرف عطف خلفي معطوف على يميني قال فإذا أتتك من كل جهة قال فعل وفاعل فحرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بفعل محذوف وتقديرها فإذا أتتك من كل جهة أين تجعل رأسك أتت فعل وفاعل كمفعول به من كل متعلق بأتت وكل مضاف جهة مضاف إليه قال أجعله تحت جناحي قال فعل وفاعل أجعل فعل وفاعل هو مفعول به تحت ظرف مكان مضاف جناحي مضاف إليه جناحي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه أصله جناحي ني والنون محذوف لأنه مثنى قال ثعلب وكيف تستطيع ذلك؟ ألا تريني كيف تصنع؟ قال فعل الثعلب فاعل الواو حرف عطف كيف اسم استفهام حال تستطيع فعل وفاعل ذلك مفعول به ألا حرف تحضيد تري فعل وفاعل والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به كيف حال تصنع فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به سانين فأدخل مالك الحزين رأسه تحت جناحه فوسب عليه الثعلب فأخذه ثم همزه حمزة دق بها عنقه الفاء حرف عطف أدخل فعل مالك الحزين فاعل رأس مفعول فيه مضاف هو مضاف إليه تحت ظرف مكان مضاف جناح مضاف إليه وجناح مضاف هي مضاف إليه الفاء حرف عطف وسب فعل عليه متعلقا بالفعل وسب الثعلب فاعل الفاء حرف عطف أخذ فعل وفاعل هو مفعول به ثم حرف عطف حمز فعل وفاعل هو مفعول به حمزة مفعول مطلق دق فعل وفاعل بها متعلقا بالفعل دق عنق مفعول به مضاف هو مضاف إليه والجملة الفعلية في محل نصب نعت لهمزة ثم قال يا عدو نفسك تعلم الحمامة الحيلة وتعجز عن ذلك لنفسك ثم قتله وأكله ثم حرف عطف قال فعل وفاعل يا حرف نداء عدو منادى مضاف نفس مضاف إليه ونفس مضاف كمضاف إليه تعلم فعل وفاعل الحمامة مفعول به أول الحيلة مفعول به ثان الواو واو الحال
تعجز فعل وفاعل عن ذلك متعلقا بتعجز لنفس متعلقا بالفعل تعجز ونفس مضاف كمضاف إليه ثم حرف عطف قتل فعل وفاعل هو مفعول به الواو حرف عطف أكل فعل وفاعل هو مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها والله أعلم بالصواب.